تشكيله شباب الوزداد اللي بيلعب على يمين الشاشه في حراسه المرمى، عبد القادر احمد في حراسه المرمى، في الدفاعات كل من اللاعب طبعا بولوكوا في 23 ايات، عبد السلام رقم 12، امير سعيود عن الفريق. وكان امير سعيود طبعا بيعد من اللاعبين المميزين ولعب طبعا مع نادي شباب الوزداد، وايضا كان انتقل لفريق نادي الطائي. ادي الضغط والرقابه، شوف امامنا هنا الالتزام والفاول على اللاعب صابر بجري. خطوره مستمره من جانب شباب الوزداد وتسديده قويه، كور مباراه حلوه. خالد مصليوه خطوره كبيره جدا من جانب شباب الوزداد. ادي معز بن شريفيه في حراسه المرمى. شوف تجربة ثلاث مدافعين نادي الترجي النهارده مع راضي الجعايدي، بقول لحضراتكم مرحلة من المراحل المهمة لفريق عنده أربع بطولات إفريقية، لكن لحظة تقدم الحارس كانت كفيلة بأن تسهل المباراة. حسام الدين ميرزاك، ثم يأتي التعادل من صابر بوجرين في الدقيقة 13. كل يترقب كأس العالم فيفا قطر 2022، كل يترقب هدف قد يكون ثالث في هذه التسديدة. المرة للتسديدة من جانب اللاعب إيدو، تسديدة من جانب اللاعب إيدو أمامنا هو، لكن إلى إيد حارس المرمى أحمد عبد القادر. أدي أمامنا اللاعب اللي بينطلق، أدي كينجسلي إيدو سدد كرة لكن في إيد حارس المرمى أحمد عبد القادر. في الدوري بيلعب الحارس توفيق مساوي، هو اللي بيلعب في الدوري، ويمكن مباراة واحدة لعبها مساوي. أيضا نصر حسين داي أمامنا كاد أن يسجل هدف التعادل بهذه الضربة الرأسية. بص ما فيش رقابة، فيش رقابة هنا. اللقطة اللي فاتت عبد القادر بدران، فين الراجل؟ عبد القادر بدران في اللقطة اللي فاتت أمامنا أهو. الدولي الجزائري، شوف الارتقاء وضربة رأسية، لكن يعني برد بسلام أمامنا طبعا من خبرة كبيرة، حط رجله في توقيت مناسب بطل كأس العرب. وادي امامنا هنا التغطية الدفاعية، الكرة اللي فاتت خطيرة، الكرة اللي فاتت الركنية، اخر كرات الشوط الاول 2-1 للترجي امام شباب الوزداد، واخر الكرات والكرة الركنية مقطوعة، ومع صفارة حكم اللقاء عبد العزيز ابو الحكم الموريتاني حكم هذه المباراة، يعلن الشوط الاول الممتع في اطار الجولة السادسة تشامبيونز ليج الافريقي دوري ابطال افريقيا العام 2022، 2 الترجي نادي التونسي، 1 شباب الوزداد. هدف عن طريق اللاعب حسام الدين ميرزاك في الدقيقة الثانية، ولات مقابل 6 بين العارضة والقائمين، 3-2، ركنيات 2 للترجي، 5 لشباب الوزداد في شوط أداره الحكم عبد العزيز أبو الحكم الموريتاني حكم هذه المباراة. حكم اللقاء اللي بيدير هذه المباراة طبعا الموريتاني، وتشكيل الترجي نادي التونسي في حقيقة البرازيلي صاحب ال 63 عام. الشوط الأول كان ممتع، نتمنى الشوط الثاني يكون بنفس المستوى بنفس المنهج. سيطرة واستحواذ من جانب الترجي في ظل السرعة أمامنا هو للانطلاقات، ولا لمسة حلوة، خطير أمامنا اللاعب أنيو إيوالا، خطير إيوالا شوف خطير أمامنا هو، صنع هدف وسجل هدف، وشوف الكرة ملعوبة له، حلوة أوي التمريرة الحقيقة من الشعلالي بشكل مميز. فرصة الهدف الثالث بتضيع، انتظار أول مجموعة حتى الآن، يعني نشوف أمامنا هو كوليبالي وضربة الرأس، ولكن معز بن شريفية ارتباك في اللقطة اللي فاتت، الكرة ترتطم في قدمي بدخول بالخيطر مكان شمس الدين نساخ، وأيضا دخول محمد إسلام بالخير مكان اللاعب خالد مصليوة. انطلاقة أمامنا هنا، خلاص أصبح القائد، كرة خطيرة لكن دفاعات الترجي تتعامل مع كرة خطيرة وتسديدة، لكن تطلع الكرة إلى ركن القائد. كرة خطيرة اللقطة اللي فاتت أمامنا هنا من اللاعب اللي سدد بكير، اسلام بكير، بص كرة انطلاقة أمامنا هو من اللاعب قداد، شوف قداد أمامنا، قداد أصبح يلعب في ولكن معاه محمد أمين بن حميدة، تمديدة خادعة أثناء الإعادة كان هدف التعادل قريب، كرة خادعة أمامنا هو، الكرة الثانية مهمة قوي وفرصة بتضيع لتحقيق التعادل في اللقطة الماضية. حسام الدين من الزاك، بص الركنية أمامنا من بكير تعاملت وتصلحت أمامنا من خير الدين مرزوقي، والركنة المرة دي من أعتقد اللاعب اللي سدد هذه الكرة أمامنا هو اللي وضعها بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، كان اللاعب آيات عبد السلام، آيات عبد السلام هو اللي حط الكرة اللي فاتت دي، بليس حلو قوي بركونة لكن يا دوبك يعني على بعد ما فيش.
رئيس الاتحاد الدولي وحضور يعني زي ما شفنا الكوكبة اللي تواجدت طبعا في هذا الحدث الكبير. كرة على طول ملعوبة، ممكن هدف التعادل تتصلح، خطيرة مختار بالخطرة. هدف التعادل ضاع، مختار بالخطر أمامنا كاد أن يسجل التعادل. كرة بيحاول أمامنا، هو واحدة من أخطر كرات المباراة مع هجمة رائعة الحقيقة شباب بلوزات، فريق يعني يستحق أن يكون ضمن الفرق المرشحة للعام الثاني على التوالي يتواجد وينتقل إلى الربع النهائي بعدما وصل وخرج أمام الترجي وكاد أن يسجل أمامنا هو مختار بالخطر هدف التعادل في اللقطة اللي فاتت، هدف التعادل القاتل. في المجموعة كان صعبة التريكي، أقول لحضراتكم دخل مكان مين التريكي، أيضا دخل اللاعب منتصر التريكي اللي دخل كبديل في المباراة، منتصر التريكي ومحمد علي بن حمودة وممكن خطيرة، توغل خطير من بالخير مع تاني من التواني في طبعا الفرق القادمة في المركز الثاني في مشوار الترشح والتأهل إلى الدور ربع النهائي في هذه البطولة. كرة عرضية خطيرة لكن المرة دي كرة بالخيط، كرة من مختار بالخيط ورقيق البطولات والألقاب، لقب سوبر وانطلاقة وهنا خطيرة كرة أمامنا عن طريق اللاعب اللي بيطلق إسلام بالخير، بالخير إسلام بالخير، تفويتة حسام الدين من إزاج وتدخل وفدائية واستفسال، لسه خطورة كبيرة يضيع أمامنا بالخير، يضيع بالخير، تعدي بأمان وسلام في اللقطة اللي فاتت أمامنا من اللاعب الشاب محمد إسلام بالخير اللي كان ممكن يسجل التعادل. تعادل كان هيبقى قاتل في هذه اللقطة، كان هيعطي شباب بلوزداد قمة هذه المجموعة. شوف الكورة التفويتة حلوة قوي حسام الدين من زجعة، يعني واحد من أفضل اللاعبين، واحد من أفضل اللاعبين في هذه المباراة، وفرصة كبيرة بتضيع من محمد إسلام بالخير في مباراة اليوم. حكم اللقاء الذهاب كان الحكم المصري محمد عادل، كان أدار لقاء الذهاب بين الفريقين. هجمة خطيرة أمامنا هنا، حمد الهوني هل يخلص بالثالث، لكن كرة تطلع إلى خارج الملعب إلى ركل الطرف. يعني الشوط الثاني فرص قليلة جدا في المباراة، فرص يعني كرة إيوالا كانت اللي حطها فوق العارضة دقيقة 48 وكرة حمد الهوني أمامنا، هو الفرصتين اللي كان ممكن يسجل من خلالهم نادي الترجي اللي لعب على الدفاع المنظم ولعب على المرتدة. انتصار رابع لي في مشواره في هذه البطولة فريق الترجي النادي التونسي، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة في قمة المجموعة، ويتجمد رصيد شباب بلوزداد عند 11 نقطة، خسارة هي الأولى شباب بلوزداد وفوز وتفوق كان من جانب الترجي النادي التونسي الذي خرج بما أراده في هذه المباراة، خرج بالصدارة، خرج بالتفوق في لقاء ديربي كان ممتع في شوطه الأول وإن كان أقل بشوط الثاني، لكن رادي الجعايدي المدرب اللي وضع بصمة ووضع لمسة مميزة جدا وسجل